يسعد صباحكم، معكم أخصائية التغذية أسماء إدعيس. أهم الفوائد لإضافة خبز الحبوب المنبتة للنظام الغذائي. يصنع الخبز عادة من حبوب القمح المطحونة مع إضافة الملح والماء. القمح المستخدم للخبز هو القمح المكرر اللي تمت إزالة الجزء الأهم فيه، وهو الإنخالة الغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن، وبالتالي قللت من القيمة الغذائية. لذلك دائماً بننصح بتناول الخبز المصنوع من حبوب القمح الكاملة المحتوية على جنين القمح والإنخالة لمحتواهم من العناصر المهمة والمغذية اللي بتساعد في عملية استقلاب النشا الموجود في حبة القمح. القمح المنبت هو عبارة عن حبة القمح الكاملة اللي تم تزويدها بالماء وببيئة دافئة لتبدأ بإنبات البراعم. عملية الإنبات تعطينا العديد من الفوائد الغذائية مقارنة بالخبز المصنوع من الحبوب غير المبرعمة. التبرعم بيؤدي لتغيير المظهر الغذائي للحبوب، بالتالي بتسهل الحصول على المغذيات وبتسهل عملية الهضم. في فقرة اليوم رح نحكي عن 6 فوائد لخبز الحبوب المنبتة. أول شيء هو مصنوع من الحبوب الكاملة اللي ممكن تحسن من القيمة الغذائية. هذا النوع من الخبز من اسمه مصنوع من الحبوب الكاملة، سواء خبز الحبوب المنبت أو خبز الحبوب الكاملة بيحتوي على عناصر غذائية أساسية مفقودة في الخبز المصنوع من الطحين الأبيض المعالج، كونه بتم إزالة غالبية العناصر الغذائية المفيدة أثناء عملية المعالجة. كلاهما بيحتوي على نسبة عالية من الألياف والمغذيات بشكل طبيعي. بالإضافة لذلك غالباً بيحتوي خبز الحبوب المنبتة على مجموعة متنوعة من الحبوب الكاملة والبقوليات مثل القمح والشعير والعدس وفول الصويا. الجمع بين الحبوب والبقوليات بيخلي البروتين الموجود في الخبز بروتين كامل، وبصير أسهل على الجسم استخدامه، يعني أنه بيحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية 9. بيساعد هذا الخبز في إنقاص الوزن وضبط السكر في الدم بسبب انخفاض محتوى الكربوهيدرات. عملية الإنبات بتعمل على تكسير النشا الموجود بالحبوب جزئياً، وبالتالي بتقلل من محتواها من الكربوهيدرات. ونظراً لانخفاض نسبة الكربوهيدرات ومحتوى الألياف المرتفع، كان لخبز الحبوب المنبتة مؤشر جلايسيمي منخفض مقارنة بالخبز الأبيض. المؤشر الجلايسيمي هو مقياس بيعبر عن مدى سرعة ارتفاع سكر الدم بعد تناول الطعام. لهذا السبب يعد خبز الحبوب المنبتة خيار مناسب، وبشكل خاص للأشخاص اللي بيعانوا من ارتفاع نسبة السكر في الدم. هذا النوع من الخبز أيضاً أعلى في العناصر الغذائية الهامة وأقل بمضادات المغذيات بالمقارنة مع أنواع الخبز الأخرى. بتحتوي الحبوب المنبتة على نسبة عالية من بعض العناصر الغذائية بما فيها البروتين والألياف وفيتامينات بي وفيتامين سي والبيتا كاروتين. وجدت دراسة هولندية نشرت في مجلة Plant Food for Human Nutrition عام 2014 إن الأرز البني زاد محتوى من الألياف بنسبة 6.1% بعد الإنبات لمدة 48 ساعة، وزادت نسبة الألياف بنسبة 13.3% بعد الإنبات لمدة 96 ساعة. عملية الإنبات بتساعد على التقليل من مضادات المغذيات أيضاً. مضادات المغذيات هي الأنتي نيوترينتس، مواد توجد بشكل طبيعي في النباتات بتأثر على عملية الهضم سلباً، سواء من خلال ارتباطها بالعناصر المغذية أو من خلال تثبيط بعض الأنزيمات الهاضمة، فبالتالي بتقلل من امتصاص العناصر الغذائية. فايتك أسيد هو أحد مضادات المغذيات الموجودة في القمح اللي بيمنع امتصاص الكالسيوم والحديد والزنك. عملية الإنبات بتقلل من نسبته وبتحسن من امتصاص هاي العناصر. هذا النوع من الخبز أسهل في الهضم بسبب ارتفاع مستويات الأنزيمات وانخفاض مستويات اللاكتنز. عملية الإنبات بتكسر النشا في الحبوب، بالتالي بتسهل هضمها، يعني تقريباً بتم هضمها جزئياً. والأهم إنها بتحتوي على أنزيمات أعلى من الحبوب غير المنبتة، بهيك رح تساعدك على هضم الطعام اللي بتتناوله معها. بشكل خاص بتزيد أنزيمات الفايتيز والأميليز أثناء عملية الإنبات، لكن بننصح بخبز الخبز المنبت على درجات حرارة منخفضة للحفاظ على هاي الأنزيمات كونها بتتأثر بالحرارة. هناك مكون آخر بيأثر على الهضم هو مركب اللكتين. بتحتوي الحبوب عادة عن نسبة عالية من اللكتينز، واللي تم ربطها بارتشاح الأمعاء والالتهاب المزمن وأمراض المناعة الذاتية. أثناء عملية تكوين البراعم بيستقلب النبات اللكتين، لذلك الحبوب المنبتة أقل بمحتواها من اللكتين. انخفاض نسبة الجلوتين في الحبوب المبرعمة، بالتالي بحسن القدرة على التحمل الجلوتين. الجلوتين هو البروتين اللزج الموجود في القمح والشعير، وهو المسؤول عن القوام المرن للخبز. نال اهتمام كبير بسبب أثاره الصحية السلبية، خصوصاً على مرض تحسس القمح. تم ربط الجلوتين بالالتهابات وارتشاح الأمعاء ومتلازمة القولون العصبي الـ IPS.
في دراسة أمريكية نشرت عام 2017 نشرت في Journal of Agriculture and Food Chemistry وضحت أن عملية الإنبات بتقلل محتوى الجلوتين في القمح بنسبة بتوصل ل 47%، بالتالي أسهل على الأمعاء في التحمل. ومع ذلك عملية الإنبات ما بتزيل الجلوتين تماماً، لذلك إذا كنت بتعاني من مرض السيلياك حساسية القمح فضروري تتجنب الحبوب المنبتة أيضاً، لأنه ممكن تأثر أي نسبة لو كانت بسيطة على مرض حساسية القمح. بهيك حالة بتكون الحبوب المنبتة الخالية من الجلوتين أساساً مثل الأرز والذرة والكينوا خيارات أفضل بالنسبة لهم. الحماية من الأمراض المزمنة، وهذا بفضل المستويات العالية من مضادات الأكسدة. برعمة الحبوب بتزيد من مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي والبيتا كاروتين وفيتامين إي. الأنظمة الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة بتساعد في الحماية من الأمراض المزمنة. بشكل عام خبز الحبوب المنبتة وخبز الحبوب الكاملة أفضل من الخبز الأبيض المصنوع من الطحين المعالج، إلا أن خبز الحبوب المنبتة بتفوق بمحتوى من العناصر المهمة. مثل ما بنحكي دائما الأطعمة بصورتها الطبيعية أفضل بكثير من الأطعمة المصنعة. تابعونا دائما للحصول على آخر المعلومات بعلم التغذية.